في البداية عدينا على قصر عزيزة هانم فهمي، وهو قصر أثر يتم بناؤه سنة 1905، وكان جزء من أحداث فيلم ابن الأنصل، ومنها مباشرة لجرين بلازا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام. وبعد الهزار والكلام الكتير مع البغبغان، ميرول قررت ان هي عايزة تاكل احلى دونتس، وفعلا اكلنا احلى والذ دونتس، لكن ده ما كانش كفاية. وعايزة ايه؟ بابا مش عايزة كده ايس كريم. انا بقى لما قلت لك ايس كريم ده انت عجبوني على طول. انهي ايس كريم؟ بيجيبوا في كده على الصينية الساقعة. يلا بينا، يلا 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 يلا. ما تنسوش الكومنتس والشير واللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبما ان ميرال كانت هي الراعي الرسمي للخروجه ديت، هي اللي قررت هنعمل ايه بعد كده. ميرال، الخروجه دي النهارده عشانك انت، فانت اللي هتحدد لنا هنروح فين النهارده. فقول لنا بقى نروح فين دلوقتي. هنروح نلعب. والكل ابتدى يتنافس ويبين مهاراته وقوته العضلية لحد ما دخل الكبير. هي صحيح تبان قدام الناظر هي لعبة، بس أكيد هي صعبة أوي. وابتدينا مهارات القيادة، وفي الأول ابتدت ميرال تغلس على أحمد، وافتكرت إن الموضوع هيعدي كده على خير، لكن هي ما كانتش عارفة إيه اللي مستنيها، وفجأة أحمد ابتدى في الغلاسة. ورحنا للعبة اللي عمرنا ما كسبنا فيها، بس دايما ميرال شبطانة فيها. ومع الأجواء الجميلة دي استحضرتني أغنية ضحك ولعب وجد وحب. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش أيامك عيش لياليك، خلي شبابك. وختمنا اليوم بفيلم جميل في السينما من اختيار أحمد وميرال. ودي كانت نهاية يوم جميل في جرين بلازا، واستنونا في الفيديو الجاي.